السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في قناة طوب فيزيك شيمي، اليوم إن شاء الله غنديرو لا بريسيون إلا بريسيون أتموسفيريك، بالنسبة المستوى أولى إعدادي، مسار دولي، مادة الفيزياء، هذا الدرس السادس ونبداو على بركة الله، إذا أول حاجة غنبداو بها هي نوسيون دو لا بريسيون، نوسيون يعني خصنا نتعرفو على شنو معنى لا بريسيون، أنا نعطيكم جوج ديال التصاور، وقولي هاد الناس هادو شنو تيديرو.

L'unité internationale de la pression est le pascal. Il y a le le pascal, p a. Pour mesurer la pression, on utilise le manomètre. Voilà. Et le manomètre. Voilà. Il y a un tableau de conversion, je la pression, il y a le pascal. Point, hectopascal, point, point et barre. Donc, Pascal, hectopascal ou le bar. donc convertir 3 hectopascal vers le Pascal, 1,6 bar vers le hectopascal, 5 bar vers le Pascal et 10 hectopascal vers le bar. Et voilà nous de la correction.

فوالا اذا هذه هي 1.6 بار فين غادي نديها غنديها لايكتوب باسكال اذا هنا غنزيد زيرو الاول زيرو الثاني ونحيد الفاصله اذا غتجيني هي 1600 هيكتوب باسكال 5 بار فين هي بار ها هي غادي نكتب فيها 5 غادي نديها للباسكال يعني غنبقى غادي بالاصفر حتى نوصلها للباسكال اذا غتجيني هي آه عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة خمسة ديال الأصفار إذا نكتب خمسة وراها خمسة ديال الأصفار عندي دي إكتو باسكال غنمشي نكتب زيرو هنا واحد هي دي إكتو باسكال غادي نرجعها للبار يعني غنجيبها تال هنا ندير أصفار وندير الفاصلة فوالا يعني زيرو فيغول زيرو ديس باغ إذا هادشي كاين بالنسبة لا كونفيرسيون ندوزو دابا لا كومبريسيون إي ليكسبونسيون دو لار كومبريسيون يعني نديرات و ليكسبونسيون هو التوسع ديال الهواء واحد التجربه باش نفهمو مزيان غولية ان مانومتر غولي يعني كنربطو او كنلصقو ان مانومتر مانومتر هو هذا في الاول ملي تنكونو ملصقين مع حتى شي حاجه تيكون عندنا في الزيرو يعني ما كاينش لا بريسيون افيك لوريفيس دون سورانغ سورانغ هي المحقنه ها هي اذا غادي نلصقو واحد المانومتر مع واحد المحقنه ولوريفيس هو الفم ديالها فين تلصق داك ملي تيخرج الهواء او الماء او الدواء او اي حاجه هذيك البلاصه اللي تيخرج منها هنا سميتها لوغيفيس اذا غنلصقوا المانوميتر مع لوغيفيس ديال واحد لاسورانك كونتونون دو شنو فيها فيها لا لاحظ ان لاحظ اننا من لصقنا لاسورانك مع ل... المانومتر تيعطينا واحد لا معين حنا دابا شنو غادي نديرو الحاله الاولى اون بوس لو بيست المره الاولى تندفعوا لو بيستون المره الثانيه شنو تنديرو اون تير لو بيست المره الثانيه كنجر اذا في الحاله الاولى تندفع وفي الحاله الثانيه تنجروا لو بيستون غنشوفوا هذا الشيء كانيماسيون باش نفهموا مزيان ليكسبيريونس اذا عندنا المانوميتر هو هذا عندنا لا هي هذا وعندنا لو بيستون وهذا هذا لو بيستون يقدر يتحرك هذا اللي هنا اللي تيتحرك هذا غير الهواء من بعد ديك الساعه في الدروس اللي جايين غنتكلموا على لاغ علاش رسمناه بحال هكا اذا ما علينا انت بالنسبه لك هذا هو لاغ الهواء هناك هنا كاين الهواء وحنا غادي ندفعو او نجرو المره الاولى غادي ندفع جو بوس لو بيستون لاحظ شوف انت هنا لو فوليم لو فوليم تقريبا هنا خمسين فانا مي غادي نبدا ندفع لو بيستون شنو تيوقع لو فوليم تينقص يعني كان خمسين انا تندفع او ربعين ثلاثين عشرين وانا غادي في اللحظة اللي انا تندفع لو بيستون شوف انت هنا في المانوميتر كان الف انا غادي ندفع شنو تيوقع لا بريسيون تزداد 1500 2000 2500 فكتلاحظ انني مي تندفع كون جو بوس لو بيستون لو فوليوم الحجم ديال الهواء تيتقلص تي يعني تيتجمع تينقص لو فوليوم دي مني, ولكن العكس بالنسبه لا بريسيون شنو تيوقع له تزداد اذا جو بوس لو بيستون لو فوليوم دي ميني اي لا بريسيون اوغمونت العكس الا إيه جريت شنو غيوقع للحجم غادي كبار يعني غيتوسع داك الهواء دونك هنا جو, جو تير يعني تنجر الهواء تيكبر شوف كيف كيكبر الحجم ديالو ماشي هو الحجم ديالو كيكبر كي شنو كيوقع لا بريسيون هنا تينقص تي كان في الف وغادي يبدا ينقص. ينقص 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 حتى يوصل ل 500 يعني مقلوبين حتى دابا اذا ملي تيكبر الحجم تينقص تي لا بريسيون و الا صغار الحجم لا بريسيون تزداد دونك اوبزرفاسيون

L'axe contraire, lorsqu'on tire le piston. À l'instant d'après, quand on tire le piston de la seringue, on observe que le volume, je te le volume d'abord augmente. Et dans le volume d'air augmente et la pression diminue. en a la pression diminue. On dit que l'air est expansible. Qu'est-ce que ça veut dire expansible Yani capable de s'étendre, qui peut en effet s'étendre. Conclusion, l'air, le houa, est compressible et expansible. قابل للتوسع والانضغاط او قابل للانضغاط كومبريسيبل والتوسع اكسبونسيبل فوالا voilà. اذا سالينا مع كاع داكشي اللي تيهم لا بريسيون دابا غنشوفوا واحد الحاجه سميتها لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي اذا شنو هو لا بريسيون اتموسفيريك لا بريسيون اتموسفيريك اي لا بريسيون اكزيرسي بار لير سور لي زوبجي شتي الهواء اي حاجه اللي عليها الهواء الهواء ملي تاثر على شي حاجه تنسميو ديك الهواء لا بريسيون اتموسفيريك يعني تاثير الهواء وكتجربه مثلا الا خديتي كاس في الدار ممكن هاد التجربه هذه ودرتي فوق منو شي ورقه وقلبتي الكاس تلاحظ بان الهواء تدفع من الفوق وما تخليش الورقه طيح فشنو السبب اللي تيخلي ان داك الورقه شد مع الكاس هو الهواء هذاك الضغط ديال الهواء تنسميوه لا بريسيون اتموسفيريك بوغ ميزوري لا بريسيون اتموسفيريك اون لو باروميتر تنستعمل واحد الجهاز سميتو باروميتر La valeur de la pression atmosphérique au niveau de la mer, Donc, la surface de la mer, qui compte la pression, qui sert à une atmosphère, est égale à 1013 hectopascal. On utilise aussi le millimètre de mercure comme unité de mesure de la pression atmosphérique. le millimètre de mercure,

فهنا تي يعطيك لو نيفو دو لامير وحنا طالعين هذا لالتيود ارتفاع في نفس الوقت يعطينا هنا لابريسيون اذا شوف في نيفو دو لامير قلنا كانت 1013 هيكتوباسكال ها هي شوف انا غادي نبدا نطلع 1400 3000 احنا طالعين شوف راس الجبل وحنا غاديين طالعين 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 شنو تيوقع المسافه تتكبر اذا 22000 كيلومتر شوف معايا لابريسيون 800 700 500 400 300 200, 200 125 يعني كل ما طلعتي في السماء